السحر الأسود سبب مرض مؤمن زكريا، أول تعليق من الداخلية المصرية. يتصدر اسم لاعب الكرة المصري السابق مؤمن زكريا الترند بعد أخبار حول تعرضه لساحر أسود تسبب في إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أبعده عن الملاعب منذ سنوات، إذ انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر عثور أحد حراس المقابر على صورة للاعب كتب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة مدفونة بالمقبرة، وسط معلومات تدعي أن المقابر التي وجد فيها السحر تعود لعائلة لاعب المنتخب والأهلي السابق مجدي عبد الغني، الأمر الذي أثار ضجة واسعة، وسرعان ما أجرت الداخلية المصرية تحقيقاتها وأصدرت بيانا قبل ساعات كشفت فيه أن الفيديو والصور المتداولة مفبركة، وأن من اختلق الواقعة هو حارس المقبرة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين تم ضبطهم، وكشفوا أن سبب وراء فعلتهم هو الرغبة في الحصول على أعلى نسبة مشاهدة عبر مواقع التواصل. من جهتي رد اللاعب السابق مجدي عبد الغني على اتهامه في الواقعة عبر برنامجه بقناة الشمس، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من اتهموه زورا وروجوا للشائعة.